السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف موقع اسمه استوديو دوت دي اي دي. عبارة عن ايه؟ ان انت تقدر تعمل فيديو حد تاني اللي بيتكلم، تديله بس النص بتاع الكلام او السكريبت، تمام؟ يعني ممكن تختار بقى شكل من دول مثلا، وتبدأ تديله الكلام، تمام؟ وممكن تديله حتى ابلوت فويس اوديو، وهو يبدأ يحرك الشفايف ويحرك الوش حسب الكلام اللي انت عايزه. وهنا بتختار اللغة، يعني ممكن تخليه يتكلم عربي، وهنا الفويس سواء واحد او واحدة او كده، في حاجات كتير قوي، تمام؟ بعد كده بتقول له كون لي بقى الفيديو، وتبدأ تقول له اشتغل اهوت. Omar Saleem, BIM Project Manager, ACP, ACI, RICS, BIM Implementation Expert, Change Driver, Senior Multidisciplinary BIM Coordinator, / Specialist Advisor, and Reviewer, Master's Degree at Universitat de Barcelona.